ميزنا الله بأن لنا السلام عقلا عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا يتدبر. بكم في وقفات. ومع وقفة فيما يجري في أفغانستان وسقوط راية الأمريكان واندحارها في هذا البلد. عقلا يتدبر. بداية نقول مبروك للشعب الأفغاني، مبروك لتحرير أرضه من الغزاة المعتدين من الأمريكان ومن حالفهم من قوات الناتو وغيرهم من الميليشيات المحتلة لبلادهم. مبروك وألف مبروك للشعب الأفغاني، وعلى رأسه أكيد حركة طالبان وكل القوى التي ساعدت حركة طالبان في هذا التحرير المبارك. اندحر الجيش الأمريكي واندحر من ورائه تلك القوات وقوات الناتو، قوات الفرنسية والبريطانية والألمانية وغيرها التي اندحرت في هذه المعركة التي استمرت 20 سنة. ثم عادت تلك القوات أدراجها كما وصفها بتعبير أدق رئيس أمريكا حينما قال إن أفغانستان مقبرة الغزاة. وحقيقة أفغانستان منذ كانت مقبرة الغزاة. الحمد لله على نصره، والحمد لله على تمكين الشعب الأفغاني من أرضه، ولكن المعركة لم تنتهي بعد. عقلا يتدبر. لما هذا الكم الهائل من الاهتمام بأفغانستان وما يجري في أفغانستان وبحركة طالبان وبكل هذا الزخم الإعلامي الذي في لحظة واحدة نسمع عن طالبان في كل القنوات؟ الحقيقة أفغانستان موضوعها ليس من اليوم. أفغانستان منذ مئات السنين كانت وما زالت أرض للصراعات المهمة في تلك المنطقة، بل هي أرض تحوي أهم صراعات الدول الكبرى المحيطة بها. وإن كان نقول نحن عند العرب أن مصيبة العرب ولعنة العرب هي في البترول، فلو لم يكن البترول الذي عند العرب لما وجدنا تلك القوى تتصارع عليها وتتصارع على أرضها. فلعنة أفغانستان هي في موقعها الجغرافي. موقع أفغانستان جد حساس، فهو بين حضارات وقوى كبيرة جدا. فلو لاحظنا الآن موقع أفغانستان كما نشاهد الآن في الخريطة، ترى أفغانستان محاطة بستة دول، أربعة منها تعتبر من أهم الدول بل من أقوى الدول في المنطقة. يعني نرى أفغانستان أنها محاطة بالهند وباكستان وإيران وطاجكستان وتركمانستان وأوزبكستان والصين كذلك. فعندك هنا ثلاث دول عظمى، يعني طاجكستان وأوزبكستان تمثل نوعا ما روسيا أو الامتداد الروسي. فعندك روسيا من جهة، وعندك الصين والهند وإيران من جهة أخرى، وإيران والتي تعتبر دولة قريبة نووية. إذن عندك صراع كبير جدا بين أمم تتقاطع هذه المنطقة. وقبل حوالي 100 سنة كانت هذه المنطقة محل صراع بين قوتين عظيمتين وهي الاتحاد السوفيتي وبريطانيا. فالمنطقة منطقة صراعات، وهذا مصيرها وهذا قدرها الذي ابتليت به، وهو موقعها الحساس جدا. وستبقى الصراعات لن تنتهي. لا يعتقد أحدنا أن دخول طالبان ومن حالفها من القوى القبلية وغيرها من القوى يعني نهاية الصراع في أفغانستان، لا أبدا، بل هي صفحة أخرى من الصراعات وصفحة أخرى من ربما الاقتتال الذي قد نراه وقد لا نراه. لا نريد أن نراه بإذن الله تعالى، ولا نريد نرى أفغانستان إلا مستقرة آمنة في ظل حكم عادل يؤمن للناس حرياتهم ويؤمن للناس عباداتهم ويؤمن للناس حياتهم كما يجب أن تكون بكرامة وبحرية، وهذا الذي يدعو إليه الإسلام. هذا الذي نريد أن نراه في أفغانستان. لا نريد أن نرى حكما جائرا ظالما حتى وباسم الإسلام، حتى وإن كان باسم لا إله إلا الله، لأن كثيرا من الدول التي قامت باسم الإسلام كان جرمها أعظم من الدول التي لم تقم باسم الدين بل قامت باسم لا دينية. الإنسان يحتاج أن يعيش في دولة تحترم حريته في التعبد، حريته في التعبير، حريته في التحرك، حريته في اقتناء ما يريد ما دام لا يتعدى على قوانين الدولة وعلى الأطر العامة التي تسطرها الدولة. فكل ما أتمناه لأفغانستان وللشعب الأفغاني وهو الأمن والأمان والسلم والسلام.
وأتمنى وأسأل الله تعالى أن يسدد حكام أفغانستان القادمين، سواء طالبان أو الحكومة المشتركة أو من سيأتي في هذه الحكومة، أن يسددهم لخدمة هذا الشعب الذي عانى عشرات السنين من الحروب والاقتتال والتفرق والتشرذم. أسأل الله تعالى أن يمكنهم على أرضهم وأن يدحر كل عدو غاز. آمين آمين. عقلا يتدبر. الوقفة التي أريد أن أشارككم فيها في مثل هذا الموضوع، أرى أنه في إعلام موجه معين من طرف المخابرات الأمريكية ومن حلفها مثل القطريين وغيرهم، وهو الترويج والتهويل للطالبان وجعلهم في صورة المنتصر الأوحد إلى غير ذلك. الحقيقة الصورة ليست مكتملة الآن، الصورة ما زالت لها أبعاد أخرى ستتضح في الأشهر القادمة. ستتضح حقيقة لماذا انهار الجيش الإفغاني بهذه الطريقة، ولماذا انهارت تلك الميليشيات القبلية التي كانت تحكمه، بل لماذا انضمت تلك الميليشيات وانضم الجيش الأفغاني أكثره مع طالبان، وماذا دفع الطالبان من ضمانات بل من فلوس ربما أو دراهم إلى تلك الميليشيات وإلى تلك الحركات والقبائل حتى تنضم إليها. لا شك أن وراء ما يجري أحداثا أخرى، وراء ما يجري خلفيات أخرى، حتى أن الأمريكان خروجهم لم يكن خروجا أو انسحابا مثل ما يقولون في سبيل الله، لا، المفاوضات كانت منذ سنوات في الدوحة، واتفاق الخروج منذ سنة، من مارس 2020 اتفقوا على ما يسمى اتفاق السلام أن يخرجوا من أفغانستان. لكن لا شك أن هناك بنود كثيرة في هذا الاتفاق والذي لا تعلن في الإعلام. يعني الأمريكان لن يتركوا هذه الساحة مفرغة هكذا ويخرجون بخف حنين. الأمريكان براغماتيين بالأساس، يعني يؤمنون بالمصلحة، فلا يمكن لهم أن يخرجوا مع الخسائر التي تكبدوها إلا وتكون لهم مصلحة معينة، خاصة في كبح التمدد الروسي والصيني في المنطقة والإيراني من جهة أخرى. فلا ندري بالضبط ما الذي جرى بين طالبان والأمريكان وحلفائهم والذي جعلهم يخرجون بسرعة من أفغانستان، خاصة في هذا الظرف الحساس الذي يعيشه العالم كله. فالأيام ستكشف لنا ما خبته الجلسات المغلقة في الدوحة وغير الدوحة، والتي ستوضح لنا في المستقبل ما هي الصيغة التي أرادتها أمريكا لأفغانستان بالاتفاق مع طالبان. سنرى ذلك قريبا بإذن الله تعالى. هناك مسألة أخرى يجب أن ننتبه إليها، أن أفغانستان لم تستسلم كلها لطالبان ولقوات طالبان. هناك بعض المناطق التي لم ترضى بالاتفاق مع طالبان، منها بنجير التي ما زالت لحد الآن خارج سيطرة طالبان، لكن الذي نتمناه إن شاء الله تعالى أن يتفقوا جميعا على طاولة واحدة وأن توحد جهودهم في بناء هذه الدولة. وإن كنت الحقيقة أشك أن القوات المدعومة أو تلك التحالفات القديمة التي كانت لبعض الأطياف، سواء تحالفاتهم مع روسيا أو الهند أو حتى باكستان وغيرها، أنها ستتخلى عنها بهذه السهولة، لكن نتمنى أن يكون في ذلك مصيرا أفضل لأفغانستان. عقلا يتدبر. هناك وقفة مهمة يجب أن نتحدث عنها، وهي عن الطالبان نفسهم. الطالبان يجب أن ننتبه أنه طالبان قوة ضاربة الحمد لله، ويعني لها شعبية في أفغانستان، لكن حقيقة ليست هي صاحبة الشعبية الكبرى في أفغانستان. هناك أطياف كثيرة في أفغانستان وقوى كثيرة في أفغانستان لا توافق منهج طالبان مهما كان. لكن للعلم طالبان هي في الأساس نتاج المخابرات الأمريكية والمخابرات الباكستانية. يعني من أسس طالبان من الأساس، ومن دعم طالبان، ومن سلح طالبان في 1996، ومن دربهم قبل ذلك، وهم الباكستانيين أو المخابرات الباكستانية والجيش الباكستاني، ومن دعمهم فهو الباكستان والسعودية والأمريكان من ورائهم.
وهذه لها تفصيل آخر، أو ربما تجدون في الإنترنت إن شاء الله ما يفيدكم في هذه المسألة. فطالبان حقيقة هي من صناعة المختبر أو المخبر الباكستاني بالتعاون مع الأمريكان وغيرهم من حلفائهم. فلذلك عودة طالبان اليوم فهي تخدم كثيرا باكستان وتخدم كثيرا مصالح باكستان، من بينها أن طالبان لن تطالب باستقلال البشتون، لأن البشتون منطقة مقسمة بين باكستان وأفغانستان، وطالبان لن تطلب أو لن تطالب بإعادة منطقة البشتون اللي هي أصلا كانت أفغانية، يعني قبل التقسيم البريطاني كانت أفغانية، لن تطالب بها. وهذا الحقيقة من بين أكبر المشاكل لباكستان لو استلم الحكم من يناهض باكستان أو من يساند مثلا الهند وغيرها من أعداء باكستان. فنعود ونقول أن عودة طالبان للمشهد واستلام طالبان لراية التحرير من الاحتلال الأمريكي وحلفائه له دلالاته القوية، أن طالبان ستبقى دائما ليس حليفا لأمريكا لكنها ليست عدوا لأمريكا. طالبان ليست عدو لأمريكا ولم تكن عدوة لأمريكا حتى قبل انهيار الحكم، حكم طالبان في 2001. يعني طالبان كانت وما زالت ليست صديقة وحليفة لأمريكا، بل هي ليست عدوة لأمريكا، هذا أهم شيء، وهي صديقة لباكستان، صديقة للسعودية قبل ذلك، الآن هي صديقة أكثر لقطر وحلفاء قطر. فيبقى المشهد يجب أن نأخذه في تحالفاته الإقليمية، تحالفاته الدولية، وماذا تريد طالبان في الأيام القادمة بل السنوات القادمة كصورة نهائية لدولة أفغانستان. أعتقد أن الصورة قد رسمت في لقاءات طالبان مع الولايات المتحدة ومع غيرها من اللاعبين الفاعلين في المنطقة، فالذين يفرحون كثيرا ربما ينادون بالحكم الإسلامي وغيره، أعتقد أن المرحلة متقدمة جدا في تحديد وجهة الحكم القادم في أفغانستان، والأيام إن شاء الله ستخبرنا بأسرار كثيرة تخبئها تلك المنطقة، وأعتقد أن ملامحها ربما بدأت تظهر مع بعض التصريحات التي نسمعها من دول كبرى، لكن ننتظر إن شاء الله لوقتها، وبإذن الله تعالى ستكون لنا وقفات أخرى فيما يجري في أفغانستان. في الختام أقول مبروك للشعب الأفغاني، لأن الشعب الأفغاني الذي يستاهل هذا التحرير، تحرير من المحتل. مبروك للشعب الأفغاني، مبروك لهم هذا التحرير، وأتمنى وأدعوهم أن يوحدوا جهودهم لخدمة بلدهم، وأن يؤمنوا بلدهم بالأمن والأمان بعيدا عن العصبيات والقبليات والتحالفات الإقليمية، وأن يمدوا يد التعاون والتكاتف فيما بينهم، وأن ينظروا لمستقبل زاهر لأبنائهم وأحفادهم، لأن أفغانستان تحتاج من أبنائها أن يأخذوا بيدها لدرب الأمن والسلم والأمان. أسأل الله تعالى أن يوفق إخواننا في أفغانستان ويهيم في أرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعمر. أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير؟ ما أروع عقلا يستهذي يسأل يتأمل يتفكر.